صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا بقي عن الإقامة ما يكفي لأداء ركعة من النافلة، فهل يجوز أن يكمل تلك النافلة؟ إذا إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: إذا بقي عن الإقامة ما يكفي لأداء الركعة الثانية من النافلة، فهل يجوز أن يكمل تلك النافلة؟ إذا تمكن من الفراغ من النافلة قبل أن تقام الصلاة، نعم صلى. أما إذا كان ما بقي على الإقامة إلا قليل ولا يمكن يكمل الراتبة أو النافلة، أو لا يدخل فيها إذا كانت الإقامة على وشك، فلا يدخل في النافلة. أما إذا كان بينه وبين الإقامة وقت يمكنه فيه إكمال النافلة، أيوه يتنفل، هذا شيء طيب. نعم.